تعالوا خلوا أوريكم قصر الفخامة والبساط السحري. ما شاء الله تبارك الله، كلها البلاك بادج لون مميز. درجة اللون هذا، طبعا هذا اللون نارد جري، يجي بدرجات، في شيء خفيف، في شيء متوسط، في شوي غامق. هذا جاي غامق، نادر تشوف درجة اللون هذا. أنا بالنسبة لي أحب اللون نارد جري بجميع ألوانه، بس هذا طالع مميز ما شاء الله تبارك الله. هذا بلاك باج انتم عارفينه، 12 سلندر، 600 حصان، والعزم 900 نيوتن. قد جربنا لكم واحد اسود اول ما نزل، تخليته اصفر، بحط لكم الروابط اللي جربناه والكلنا العادي. هذا بناخذ لكم بشكل سريع وصورناه لكم تصوير احترافي. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. اكثر شيء يميز البلاك باج الجنط يختلف، تكحلات الشبكه هذه كلها جايب باللون الاسود. ما شاء الله تبارك الله، شيء خرافي. تعالوا لكم خلفيه اول، اللون جملي جايب درجه فخمه. هذا الرقم واحد من السيارات اللي جربتها بالسيوفي، اللي قلت لكم افضل 10 سيارات جربتها يعتبروا رقم واحد. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، تناسق عجيب. اول ما تفتح الباب سيارات روز كلها يفخ بوجهك ريحه الجلد الفخم، حتى ريحه الجلد كريحه عطر، عطر دهن عود معتق ما شاء الله. تخشيب الكربون فايبر والدرع والفخامه، شيء من الاخر. طاولات، تحكم خلفي، دلع في دلع. أبيك تستمتع بالفيديو الاحترافي اللي راح ننزله لكم. شوف الطاولات، هنا نكسي كارفن فايبر، تحكم الخلفي، هنا جيكات القزاز، حتى الكواب عليها حرف الار. شوف أنا فصل لكم من قبل هنا أنواع التفصيل. فلا قالك بصوت سحري، سواكته صوت سحري وفخامة فوق بصوت السحري فخامة. إن شاء الله تبارك الله، قول آمين عسى ربي يرزقنا رزق كم مثله. دبل قيمته ألف مرة. الداخلية بشكل سريع، إن شاء الله تبارك الله. حتى هنا التكحيلة جايب لون أسود، تكحيلاته عجيبة عجيبة وفخمة. بتسكر الباب الشكل هذا باللمس بس، وهذا نفس الوضع. الحين تعال خل اوريك الفيديو الاحترافي لهالتحفة الفنية.